السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي العميل، هذه الرسالة موجهة إليك شخصية. نحن نحرص على تقديم أفضل خدمات لك وتماشيا مع إجراءات وتعليمات بنك الكويت المركزي، فإننا نقوم بتطوير أنظمتنا وتحديثها تقنيا بصورة دائمة، ويشمل هذا التطوير البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها التي تم تزويدها بأحدث التقنيات، ومن بينها الشرائح الذكية التي تتمتع بأعلى مستويات الأمان والحفاظ على بيانات العملاء. ونجحنا من خلال مختلف الطرق باستبدال البطاقات القديمة التي صدرت قبل عام 2019 بأخرى حديثة، كما أن هناك عملاء جاري تسليمهم بطاقاتهم المحدثة الجديدة. لذا سوف تقوم شركة التوصيل بالتواصل معهم لتسليمهم البطاقات الجديدة، علما بأننا لن نقوم بطلب معلومات العملاء الشخصية أو البنكية، ويرجى عدم مشاركة أي معلومات خاصة بكم مع أي شخص كان.